مقادير البسيسه، كيكه ال دي الدره الاصفر، زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عايزين سموها. بس هي زمان على ايام جدودنا وستنا كانوا بيقولوا عليها البسيسه. البسيسه مش محتاجين فيها ايه؟ كوبايتين دي ذره اصفر ويكون ناعم، وتنخليه كذا مره عشان ما يبقاش فيه حاجات توقف لك الكيكايه او توقف في الزور، علشان ساعات بيكون فيه قشر تبع الذره، القشر اللي تبع الذره ده بيشرق، تيجي تاكليه يلاقي تقول لك ايه، لا البسيسه انا ما بحبهاش بتبقى تقيله وبتشرق. فعشان كده بقول لكم الدقيق الذره يكون ناعم ويكون منخول كويس قوي علشان ما ايه ما يكونش فيه قشر الذره. طيب معانا ايه كمان يا رغده؟ نص كوبايه دقيق ابيض عادي، اربع بيضات، نص كوبايه من الزيت، وكوبايه من السكر، وكوبايه من عصير البرتقال، معلقه كبيره ونص بيكنج باودر، ومعلقه كبيره بشر برتقال بدل الفانيل. بسم الله، بصوا كده اللي احنا عاملينها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. نجيب دي كمان، بالشكل ده. ولازم ما تتقلبش الا لما تبرد. موضوع ان انت تطلعي كيكه من الفرن وتقلبيها وهي سخنه ده غلط غلط غلط، وتقطعيها وهي سخنه غلطين ثلاثه اربع خمس غلطات. ليه؟ علشان بتطلع مكتومه، الكيك يهدى تبداي تقطعيه عشان تلاقي التوريقه والهشاشان من جوه. تعالوا نحط المكونات كلها في الخلاط ونشوف هنعمل ايه في البسيسه عشان اقطعها لكم تشوفوها لما بتهدى بتبقى عامله ازاي، ولو سخنه بتبقى مكتومه، تحسوا ان الكيكه ملكومه. تحط انت كده تقولي ايه، لا الكيكه دي مكتومه، تحس ان هي عجين جوه بعضها كده، مش مفيش هشاشان وتوريقه. هسيبها كده وتعالوا نعمل البسيسه. بسم الله، ادي الخلاط، عندنا بيض، عصير البرتقال، وادي الزيت وبشر البرتقال بدل الفانيليا، وادي السكر. كل ده كده يتخلط مع بعضه كويس قوي علشان السكر يذوب. وبعد كده نكون محضرين بولة، مضرب سلك، مصفى، علشان انخل تاني الدقيق الابيض مع الدقيق الاصفر كده. بسم الله، زي الكيكة العادية بتاعتنا، الاختلاف بس في المقادير لكن الطريقة واحد. بسم الله، تمام كده وزي الفل. ارجع واقول الهدف من ضرب الخليط في الخلاط حبة حلوين كده علشان السكر يدوب. بسم الله، ادي الخليط اهو معانا، ريحة البرتقال حلوة جدا، انا حاطة كمان بشر البرتقال عشان يعزز النكهة بتاعت البسيسة، وفي نفس الوقت علشان الزفارة بتاعت البيض كده. ادي الدقيق الاصفر، الدقيق الذرة الناعم كده بالشكل ده عشان ما يبقاش فيه اي حاجه. الدقيق الابيض، وادي البيكنج باودر بالشكل ده كده. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 او درجه حراره متوسطه لو ما عندكيش درجات حراره. نضرب كويس جدا كده علشان يبقى الخليط كله مضروب، ما يبقاش فيه اي تكتلات من الدقيق. شايفين الخليط عامل ازاي ما شاء الله عليه. عندي القالب اهو، حد هيقول لي الخليط دوت خفيف، اول ما قلبتيه خفيف، بس سبته دقيقتين او ما كملتش دقيقتين بيتقل. بصوا اهو ما شاء الله عليه. عندي القالب وراح عامله كده. بسم الله، لاخر قطره بالشكل ده. تتحط في الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180، عايزه تعمليها في صينيه المونيا عاديه، بس لو الصينيه اكبر شويه ضعف المقدار عشان تطلع بالعلو اللي احنا شايفينه ده. ناس كتير لما بتيجي تعمل كيكه البسيسه
او تيجي تعمل البسيسه تلاقيها عاملاها في صينيه كبيره، وتيجي تقطع القطعه تلاقيها رفرنعه قد كده. وانا واحده من الناس ما بحبش ده بصراحه. شايفين؟ تعالوا نعمل دي الاول. بسم الله. بصوا الاول، بص يا احمد، طبعا دي كيكة دي ذرة، فبيبقى انشف شوية من الدقيق الابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ادي منظر الكيك بتاعنا، شايفين شكل البسيس عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليها. الناحية التانية شايفين المنظر عامل ازاي؟